أهلا بحضراتكم مرة تانية. متسابقين من 64 دولة وصل عددهم ل 100 متسابق حتى الآن مشتركين في هذه المسابقة. وزي ما كنا بنتكلم في الفقر اللي فاتت مع فضيلة الشيخ أسامة فخري بيتكلم عن التمهيد لهذه المسابقة والتصفيات كانت عاملة إزاي. تصفيات كبيرة وكانت بكل تأكيد تصفيات صعبة حتى يفوز شخص بالمركز الأول، فلابد أن يكون مؤهل من كافة الاتجاهات بحسب طبعا الفرع اللي هو موجود فيه. دلوقتي احنا معانا اثنين من المتسابقين في هذه المسابقة من المملكة العربية السعودية، أستاذ محمد إبراهيم إدريس، منورنا. نوركم الله. يا أهلا بيك وكل التوفيق ليك. آمين آمين. وأيضا من تايلاند الأستاذ حسين سامو، أهلا بيك. حياكم الله. حياكم الله حسين. الله يحييك. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. منورنا. نوركم الله. أبدأ معك يا شيخ محمد، أنت إزاي عرفت عن المسابقة واستعدت لها إزاي؟ المسابقة عندنا جهة اسمها أمانة المسابقات المحلية والدولية في المملكة العربية السعودية، هي المعنية بالترشيح، فجزاهم الله خير كلموني عليها لأني أنا فزت في المسابقة الملك عبد العزيز المركز الثالث، فرشحوني بعدها في النسخة الأخيرة. نعم. قبل الأخيرة. قبل الأخيرة الدورة 42. نعم. فرشحوني بعدها لمسابقة مصر وكلموني عليها قبل شهرين، والحمد لله بدأت الاستعدادات من وقتها. عظيم. الاستعدادات كانت عاملة ازاي يا حسين؟ كيف كانت الاستعدادات؟ بالنسبة للاستعدادات يعني الحمد لله المكتب الشيخ الإسلام طبعا في تايلاند رشحوني على هذه المسابقة قبل شهر ونصف تقريبا هكذا، والاستعدادات الحمد لله تمام. تمام. طب هل ممكن نسمع آية يا شيخ محمد؟ أبشر. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، فتح الله لك. آمين. يا شيخ حسن نسمع صوتك بقى أكيد. أبشر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. ما شاء الله، ده المسابقة تبقى صعبة يعني، المنافسة تبقى يعني على أشدها. طب أنتوا في أي فرع؟ في أي فرع من فروع المسابقة؟ أنا الفرع الأول. الفرع الأول، احكي لنا عن الفرع الأول، كم متسابق موجود فيه وطبيعة المسابقة عاملة إزاي في الفرع الأول؟ وتقريبا قرابة 15-14 متسابق. الفرع عبارة عن حفظ القرآن الكريم كاملا مع التفسير ومقاصد القرآن لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس. طيب وانت شيخ حسين؟ أنا مشارك في الفرع الثاني، فرع كامل القرآن، وعدد المتسابقين أظن تقريبا 30-40 كذا. كل التوفيق ليكم إن شاء الله. آمين. مبسوطين إن كنتوا معنا النهاردة في صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا. جزاك الله خير.